من الوعد، من له حق لابد أن يحق، ومن ليس له حق لا يمكن أن يأخذ. مش هزار، لم تعد العملية هزار. وحضراتكم عارفين يعني ايه البضاعات اللي كانت مضروبة ولا مش عارفين؟ وجاء فترة من الفترات أي حد طق 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 بضاعة، وبعدين؟ وبنتكلم عن عجز موازنة، وبنتكلم عن أهمية التنمية الاقتصادية، وبنتكلم عن أهمية الاستثمار. طب هيجي منين؟ إذا كان في الحنفية عمالة تنقط 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 تنقط، هتجيب مية منين؟ ونصلح الجلدة. تصليح الجلدة هو عدم وجود أخطاء، لن أسمح بوجود بضاعة فيها أخطاء، سواء أرقام قومية غير كاملة أو أعداد غير مثبت حقهم في ذلك، أو أي أنواع من الأخطاء الموجودة. فمن فضلك ساعدونا في النقطتين دول، نمرة واحد من إحقاق الحق، وكل من له حق لابد أن نوصله له، وحتى نوصله له لابد أن نمنع أي بني آدم ليس له حق أو بيانات غير سليمة أن تأخذ من الدولة بدون أي مقابل. النقطتين دول من فضلك في الفترة لغاية شهر 11 ساعدونا في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نستعمل. هناك تأخير في إدخال المواليد سنة، الجزء المتبقي ومعدل الإدخال، دي بعض المكاتب ما عندهاش إلا حاسب واحد، وبعض المكاتب ما عندهاش حاسب، وبالتالي من باكر هيتم مشاركة الإنتاج الحربي، وعنده 50 وحدة واشتغل معانا قبل كده، فكل المتبقيات هنشتغل على التوازي، يعني جزء المكتب اللي دخله وجزء الإنتاج الحربي. المدير بشهر 7 لابد أن يكون إجمالي المواليد اللي بصناها موجودة، وفي نفس الوقت البيانات المتبقية للتصليح لابد أن تكون صح. مش هنقعد، ليس من العمل الجاد إن إحنا نقعد سنة ونبص على المدير ونتكلم في تنقية النقاط وإضافة موارد. ما ينفعش ما ينفعش، بقت مهنة مش لطيفة. يعني المواطن هيتعامل مع